نعم، ممكن في جانب مهم كذلك الشيخ إبراهيم وفي غاية الأهمية حقيقة، كل هذه التوجهات كيف تتقبل بعضها البعض؟ يعني اليوم من المتوقع خلال السنوات القادمة أن تكون الأفكار مختلفة وتكون التوجهات كذلك مختلفة، هل سنعيش في مرحلة مثلا صدام ولا نؤسس إلى مرحلة تلاقي وتقبل لكل هذه التوجهات والآراء؟ كيف يمكن أن نعزز هذا الأمر من الآن؟ وانت ذكرت أن الآن عندنا قصور، طيب صحيح. للقادم ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نؤسس لمبدأ التعايش. الله عز وجل يعني لا يريد مننا أن نتصادم مهما اختلفنا، اختلفنا دينيا، اختلفنا أخلاقيا، نتعايش. الصدام حالة غير محمودة العواقب ولا تأتي بنتائج إيجابية، فمن يتصور أن الآخر لا حق له في العيش هذا تصور غير صحيح، فلا يجوز لي أن أسلب الآخر حقه في العيش. نعم. من حقي أن أطرح ما عندي، من حقي أنني أرد على الآخر، لكن لا يعني ذلك حرمان الآخر من العيش مهما كان دينه مهما كان توجهه. حق العيش مكفول، هذا حق رباني. نعم. فما نعم، إذا اعتدى العدوان يرد، إذا منع من حق المنع هذا يرد، لكن وجود اتجاهات ثقافية أو دينية مختلفة متفاوتة غير كافي إطلاقا لإيجاد حالة من التوتر أو من الصدام أو من الصراعات، هذا أمر غير محمود. ولا يعني أنا أعطيك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، من كان يعيش في المدينة؟ كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرون بعاداتهم وطبايعهم، الأنصار بعاداتهم، المنافقون، الأعراب، اليهود، كانوا يعيشون في مجتمع واحد. نعم. وما كان يمثل مشكلة في حد ذاته، واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستوعب هؤلاء جميعا. فنحن نستطيع أن نستوعب الجميع، لكن من غير أن ندخل في صدامات، لأن الصدامات غير محمودة. يعني الصدام لن يقضي على الآخر، الصدام لن يقضي على الآخر، وإنما سيزيد المشكلة تعقيدا. ولذلك ينبغي أن نشتغل في هذا الإطار. الله نعم. تعالى قال في النهاية لكم دينكم ولي دين. نعم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالتعايش أمر مهم، لكن لا يعني التعايش أنك ترضخ أو تقبل أو أنك تبقى متأخرا عن نسق الحياة وتطوراتها، بل لابد أن تعد العدة للمستقبل وأن تكون في تطور. ولذلك أعجبتني كلمة سمعتها من بعض العلماء، يقول الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما ذكر الوقوف، لأن الوقوف يعد تأخرا. نعم. يعني تقدم، كل من يقول والله أنا الآن الحمد لله في وضع معين وكافي بهذا، هذا القبول بهذا البقاء تأخر في حد ذاته. نعم. في كل مجالات، في مجال العلم، يعني مثلا أنا الآن عندي مستوى علمي، والله قلت الحمد لله ما عندي من العلوم كافيني، هذا يعد تأخر. رجل تاجر وصل إلى مستوى معين من التجارة والدخل الشهري، قال يكفيني هذا، هذا يعد تأخرا. في مجال التقنية، في كل مجالات الحياة لابد أن نبقى في تقدم في تطور قدر ما نستطيع.